علاش نتك باباك وتقطع العصا؟ واش تقدر تمشي تدعي؟ لا لا ما نديرهاش. غنضربهم غنضربهم، ولكن ماشي داك الضرب اللي غادي الضرب كاختيار اول، لان بالنسبه ل غادي نمشي للقانون الجنائي مثلا، كيناقشوا بان كاين العقوبه السالبه للحريه وكاين العقوبه البديله، لكن الان في العلاقه ديالي مع الابناء ديالي ان شاء الله في المستقبل، كاين داك العقوبه اللي يمكن لك مثلا تحيد له الانترنيت، تحيد له داك الوسائل ديال اللعب ديالو، ولكن الا دار شي حاجه وما سمعلكش المره الثانيه وهذا فغادي تضربه، ولكن داك الضرب ديال الرحمه، لان العصا كيقولوا العصا خارجه من الجنه، ما تضربوش باش تعقد ولا شي حاجه، ضربوه ولكن قول له علاش ضربتك. هذا هو اللي كاين. يعني الضرب يقدر يعطي نتيجه، الضرب في اطار العقلانيه يعني. في العقلانيه انك تخوفه، ماشي الضرب انك تنزل عليه، انا كاين اللي غادي تحطوكم فوالا. اللي تيضرب وليداتو تتكفص عليهم. لا احنا كبرنا في واحد الجيل، ان عندنا فوبيا من المدرسه، عندنا فوبيا من المجتمع، عندنا فوبيا من الاباء، يعني حتى شي ما كاينش قليل قله القليله فاش كتوجد شي شخص اللي كيحن عليك ولا كيتعامل معك بواحد، وبالتالي حنايا ك يعني كرجال اليوم كيفاش غنوجدوا رجال المستقبل؟ يعني غنوجدوهم على اساس التربيه الاسلاميه، ما نقولش الطريقه الاوروبيه او الشكل الاوروبي، ولكن طريقه اسلاميه انك تتعامل معهم بليونه، تحاول انك ما امكن انك تعلمهم ما تحافظ لهم على الصحه ديالهم، لان اهم شيء بطبيعه الحال ان ما تضغطش عليهم، وفي نفس الوقت انك تحاول توفر لهم مثلا التربيه من سنه لخمس سنوات، خصك تغذيه جيده، خصك تعطيه المبادئ الاوليه اللي هي كتوجد في الاسلام، واللي اللي كتوجد بطبيعه الحال في الاسلام كما قلت، ومن بعد كتبدا طالع معاه في المرحله ديال المراهقه، ملي يوصل 18 سنه وهذا كيكون تشبع بالافكار وداك المبادئ اللي هي اللي انت بغيتي تعلمها له، ويبدا شي يمكن لك تطلقه في المجتمع، يمشي سواء في المجتمع ولا لبلد اخر، ويبقى فوالا يكون عنصر فاعل في المجتمع. على حسب الخطا اللي غادي يدير. لا دار خطا خايب، لا خطا خايب خصو ياكل العصا. واش خبرك القانون الجديد شنو تيقول؟ الا وكلتي لولدك العصا ومشى رفع عليك دعوه قضائيه، هذا الشيء فيه الحبس وغرامه ماليه، كيفاش كان القانون؟ ما صالحش يعني، غادي تصرو علينا الدراري الصغار دابا، وزد عليها حشومه ان الدراري حشومه بزاف، معقوله غادي تصرو الدراري على والديهم؟ غادي في الاخر غادي يوليو يعني ما يوليش الابن يحصر من الاسره ديالو، فهمتيني؟ هذا هو القانون ما صالحش نهائيا في المجتمع المغربي. ما صالحش ما صالحش، ما صالح بطبيعة الحال، يعني خص الطفل يحترم الاب ديالو، يعني ما كانش الاحترام ما بين الطرفين يعني ما كاين والو. نعم انت الا شدك باباك وعطاك قتلت العصا. انا بابا ما قدش نشوف حتى في عيني انا الاب ديالي بطبيعة الحال. واش ما تفكرش ولو غير لحظة انك تفكر دعوة قضائية؟ لا جامي نفكر فيها كاع، يعني ماشي من الخلق ديالنا، ما ربوناش والدينا على هذا الشيء هذا اصلا، باش انا نهز عيني حتى في الوالد ديالي. لا ما نقدرش نكمدها والنعاس. علاش ما تقدرش؟ ما نقدرش خصك، انا مرضي ما نقدرش نمشي ندعي با مالي، انا مسخوط. اه ويلا شدك شي قتلاني في شي قتله خايبه. واخا يدي عطيني حتى شي قتله ماشي مشكل. اه مشكل. ماشي مشكل. انت كيفاش غتعامل مع وليداتك ان شاء الله؟ غادي نتعامل معاهم بحال دابا، درت شي حاجه غادي نقول له وليدي اجي لهنا، ما تعرفش ديرها المره الاولى الثانيه الثالثه، غادي نعطيها شي صرفيقه. العصا. واه العصا. وفي نظرك انت الضرب حل؟ ها؟ يقدر يربي. شويه؟ الا ضربتيه يقدر يتربى. لا ماشي اوبليجي. ياك نو ماشي اوبليج، حيت العنف راه تيولد العنف. لا ماشي اوبليج، انا ماشي زعما الضرب، تقدر تضرب ويمشي بحاله. كاين شي حوايج ديال الضرب هكا، كاين شي حوايج ديال الضرب بحال ضرب مو نضربو. التقاليد ديالنا حنا العرب ماشي واش كتضربو، اللي بغا يمشي يديرها يديرها. ماشي يديرها يديرها، حياتي يديرها من ورا. العصا كاين. كاين العصا، شويه العصا. لا ما نفكرش عليه، الا كان عندنا ولاد ما يمكنش نرفع عليه. واخا تسمحي له. اه؟ تسمحي له. نسمح له. علاش؟ علاش؟ شنو؟ باش تسمحي لي؟ باش نسمح له على ود ولادي. ايوا. وعلى ود العشره بيناتنا. انا راه قلت لك واحد الميته راه يمضغك وما يسلطك، راه يضربك وما يخلي لي يضربك. شي عاود ثاني ولا ما كانش كيحشم هذاك، عاطيني في موضوع اخر. كنضربو ضرب عادي وباش مره اخرى ما كيديرهاش. نعم. القانون الجديد شنو تيقول؟ هذا اذا ضربتيه ولا رفع عليك دعوه قضائيه ولو انه في السن، راه تقدر فيها الحبس وفيها غرامه ماليه، كيفاش كتقانون هذا؟ وما هنا قانون. ياك.
خرج يقدر لا انا ما هنا قانون مهما الام لا ضربت ولدها راه غير مصلحته نعم غير مصلحته ما ديش ديك الحاجه ما تشدوا وليداتهم وتتكرسوا عليهم يعني تضربوا واحد الضرب اللي هو خايب بزاف وحنا احنا احنا براسنا ما نبغيوهمش يضربوا نضربوا من ديك الضرب اللي قاصح ولا نشوفوا حنا علاش شفنا شي واحد كيضرب ديك الضرب قاصح ما كيعجبناش هذا هو اللي كاين شكرا تبارك الله الله يخلي لك امين الا بقيتي دار شي حاجه كراف كيفاش تقدري تعاقبي بحال اش مثلا هاد الحاجه كراف شي حاجه خايبه نضربوا مثلا اش ندير له في نظرك الضرب انت هي حل لا ما تيربيش ولكن هو الحل المناسب في حل المشاكل بالنسبه لي انا شخصيا القانون الجديد في خبرك شنو تيقول هذا اللي ضربتيه ورفع عليك دعوه قضائيه فيها السجن وفيها غرامه ماليه كيجي كاد القانون هذا عاد جيت في المغرب حيت كنعرفو كاين فرنسا نورمال وي دابا راه ولا في المغرب ايوا تبارك الله كنت جيت كاد القانون زعما شنو يقدر يخلق في الاسره انه ولدك ورافع عليك دعوه في المحكمه وتحاضرتي انت وياه كيفاش جيت هادشي وا شحال نقول من التقاليد ديال المجتمع التقاليد المغربيه ما كاينش هادشي صراحه نعم انت ضد هذا القانون هذا انا ضد هذا القانون تقدر ندير باش ترفعي عليه دعوه قضائيه لا لا ما نرفعش بالعكس لا نستاهل ناكل العصا هادي اللي دار علاش كياكل العصا ضد القانون ولا ضد هذا القانون وعادي هذاك راه والدك يعني هو باغيك تربى يعني غادي يعطيك العصا